بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويقول سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، من هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ هل يستطيع أحد في العالم، هل يستطيع كيان أو منظمة أو مؤسسة أو هيئة علمية أو هيئة عالمية أن تدعي وتزعم أنها هي التي أعطت كل شيء خلقه ثم هدت؟ لا وألف لا. إن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو الله، لا إله إلا هو، الذي ليس كمثله شيء. لقد رد بهذا الرد موسى كليم الله على فرعون عدو الله، عندما سأله فرعون: من ربكما؟ ما تعريفه؟ ما ترجمته؟ ما آثاره؟ ما هي الدلائل القائمة على وحدانيته؟ ما هي البراهين الساطعة على ألوهيته؟ فقال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهي آية تشمل جميع العوالم، عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم البر وعالم البحر وعالم الجو والفضاء. فالله سبحانه وتعالى يتجلى في عصر العلم. كلما مر يوم وكلما اكتشف اكتشاف دلنا على الله وعلى قدرة الله وعلى وحدانية الله. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعرفون من قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يعرفون أن الأرض تخضر وتثمر وتزهر إذا نزل عليها الماء. ثم تقدم العلم واكتشف أهل علم النبات أن الحب اليابس في الأرض ليابس لا ينبت، حتى تهتز الأرض درجة واحدة من درجات جهاز ريختر، فتنصدع قشرة الحبة فتنبت بإذن الله. والله يقرر ذلك قبل 14 قرنا من الزمان. يقول مولانا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. وقبل أن تهتز لا تنبت ولا تثمر. وهذا أبو نواس كان مسرفا على نفسه في الخطايا، وعندما توفي رآه أحد علماء أهل السنة في المنام في هيئة حسنة، عليه ثياب بيض، جالس في بستان، قال: يا أبا نواس كيف حالك؟